هاي بعض المشاهد من الحلقة الأخيرة اللي انعرضت من شوي من مسلسل الميراث على شاشة NBC1، وانكشفت كل الأحداث والمفاجآت اللي محنا لكم عنا في حلقة مبارح. وهيك انتهت قصة الميراث وقصص شخصياته اللي تابعها الجمهور بشغف على مدار 750 حلقة. ومن ضمن الممثلين الكتار اللي شاركوا في التمثيل بأول مسلسل سوب أوبرا سعودي الممثل والمنتج حسن عسيري، والذي طبعا منورنا في استوديو تريندينج. أهلا بحضرتك طبعا، وأكيد هنتكلم عن تفاصيل كتيرة عن العمل اللي عشناه معاكم على مدار 3 سنين. اهلا وسهلا، بس الحقيقه ظلم للزملاء لانه انا ما شاركت الا حلقه واحده و 5 6 حلقات. هنتكلم في التفاصيل دي. انا كنت متصور اني جاي كمنتج صراحه. ما هو احنا هنتكلم في الانتاج اكيد. لا لانه انا تاثيري محدود جدا في الميراث. والدور اللي انا سويته كان فعلا محدود، وكان حتى اثره ما كان مهم، ما علق مع الناس. الزملاء اللي اشتغلوا في المسلسل على 3 سنوات هم اللي كانوا الابطال الحقيقيين على ارض الحقيقه. اكيد يعني. طبعا بنوجه لهم كل التحيه. هنتكلم معاك طب كمنتج، بلاش كممثل. اوكي، عشنا معاكم 3 سنين، 750 حلقه، اول سوب عربي سعودي. صحيح. التفاعل اللي انتم شفتوه، يعني بالعاده النجوم او المنتجين بنشوف لهم عمل بيتعرض على مدار شهر، بنسمع فيدباك لمده شهر شهرين وخلاص، بس انتم 3 سنين عايشين مع الناس، فايه الاصداء اللي كانت بتجي لك أول بأول على المسلسل كمنتج؟ والله خليني أقول لك، أولاً NBC قناة محترفة، وقناة تعتمد على الأبحاث والدراسات اللي تقولها الناس. وعلى الإعلانات وعلى الإيرادات. العمل استمر بقوة وتوقف هو في أوج عزه. أعتقد أنه هذا مشروع تنويري، وأنا أشوفه كمان أكاديمية للتدريب. الفكرة بدأت من حوالي 4 سنوات، واشتغلت عليها الحقيقة الزميلة فاطمة أبو عاصي اللي هي طبعا أختي الكبيرة مدير مشاريع السوب أوبرا. وسوت جهد استثنائي أنه شكلت هذه العائلة وهذا الفريق اللي من كل مكان. إحنا حاولنا أنه هذا المسلسل يكون فيه أكثر من جنسية، وأنه يلامس حياة الناس اليومية من خلال عائلة هي غنية ولكن قصصها قريبة للناس. السوب أوبرا أنا في رأيي أنه إحنا يعني قررنا مع NBC أنه إحنا نعمله، لأنه هذا النوع من الأعمال الطويلة هو موجود لازال في العام. داينستي و صح. جميلة والوحش، ولا الجميلة ما نعرف إيش الجميلة والوحش. ففي أعمال كبيرة في أستراليا وألمانيا أمريكا أوروبا، وأنا أعتقد أنه هذه النوعية من الأعمال بتستهدف عشاق الدراما. صح. اللي يرتبطون مع المشاريع ومع الدرامية الشخصيات. ومع القصص اليومية بحبه. يعني في السوب أوبرا من الأشياء اللي أنا أبدا ما أنساها أنه في ناس كثير سمت أولادها على أبطال العمل. في ناس كثير ربطوا ذكرياتهم بقصص، يقول لك والله يوم فلانة تزوجت، يوم فلان صار له كذا في المسلسل. وهذا من البداية لما اشتغلنا مع الفريق اللي كان فيه فريق إنجليزي لتطوير اللي عندهم النوها والخبرة الاحترافية في هذه النوعية من الأعمال، كان يقول تأكد أنه الناس لما ترتبط مع الموضوع إذا كان شديد قوي متزن، الناس حتبدأ ترتبط عاطفيا وتسمي أولادها. صحيح. على العمل. صحيح. فالسوب أوبرا عمل شيء مهم أنا أعتقد في المنطقة العربية كلها. هلأ كمان أكيد تحية لكل الكتاب اللي كتبوا الحلقات لأنه كمان تعبوا، بس أنت كمنتج هل نجاح اللي حققه الميراث بيحفزك أنك تعمل كمان سوب أوبرا جديد؟ نعم أكيد، هذا النوع زي ما قلت لك نوع مهم، وهو نوع ذكي واقتصادي ومدروس بشكل الدراما تنكتب فيه بشكل يخلي عمره أطول. صح. يخليه موجود مع الناس، وزي ما قلت لك هو مصمم لعشاق الدراما. أنا من الناس لما بدت الفكرة قعدت أقول شلون نعمل هذا العدد من الحلقات في ظل أنه الناس بتعمل 8 حلقات و10 حلقات وأقصى شيء 30، ولكن التجربة التركية موجودة، التجربة البريطانية، الألمانية، الأمريكية، فأعتقد أنه عشاق هذا النوع مهمين جدا ومؤثرين وأعدادهم مليونية.
أعداد كبيرة اللي تحب هذه النوعية من الأعمال. طيب عايز أحضرتك، هل مثلا بعد زي ما قلت أنتوا قالكوا 4 سنين أوريدي ابتدى المشوار، 3 سنين عشنا معاكوا ذكريات حلوة، الموضوع يعني فعلا جميل وحلو أن أنت تشوف نجاحه على الشاشة، ولكنه مرهق بشكل كبير صحيح. جدا مجهود جبار كلكم بذلتوه في العمل، هل هنرجع نشوف التجربة دي بتتعاد مرة تانية لحضرتك مثلا كمنتج أو كممثل، ولا هنرجع نشوف المسلسلات تانية معاك مرة تانية 30 حلقة أو الأقصر اللي تعودنا عليهم دلوقتي؟ لا هو ما في قرار بالاتجاهين، ولكن مسألة السوب أوبرا أو المسلسل الميجا بروجكت الكبيرة أو المسلسلات القصيرة، أنا أعتقد أنه زي ما قلت لك في عشاق للدراما يحبوا السوب، وفي عشاق يحبوا الأفلام، وفي عشاق للدراما يحبوا المسلسلات القصيرة. أنا أعتقد أنه السوب أوبرا في المنطقة العربية سيكون شيء مهم وموجود في حياة الناس بشكل يومي، لأنه عشاق الدراما اليومية موجودين في كل مكان. في حاجة جديدة موجودة طيب سوب أوبرا ومخبيها علينا؟ في إن شاء الله. قول لنا بقى أي حاجة. لا إن شاء الله خير يا رب. اللقاء اللي جاي. أستاذ حسن، إحنا من امبارح عرضنا شوي من الفاني مومنتس اللي صارت بالكواليس وقت التصوير، والناس شافوا قد إيه كانت الأجواء لذيذة وحلوة، بس كمان أنتوا قضيتوا وقت طويل سوا يعني أثناء التصوير، ما صار شيء أي ضغط تنشن خلال التصوير شغلات؟ هو أسوأ عاد اللي يجي من الله حياه الله، اللي يجي من الله دائما كويس، بس أنا أقول إنه فترة كورونا كانت فترة شديدة الخطورة. فريق الكتابة كان كاتب 75، صار في لوك داون والدنيا قفلت، الناس اللي مكتوب لهم العمل مسافرين في دول ما يقدروا يرجعوا، كانت فترة صعبة كبير يعني بشكل. إحنا عندنا فريق كتابة كبير جدا، توني جوردن اللي هو طلع معنا بالبايب المشروع الرئيسي، زميلنا مازن طاها، نور شيشكلي، مجموعة كبيرة أسماء حوالي 8-9 أسماء بتشتغل معنا بشكل يومي، أعادوا كتابة 75 حلقة. أبغى أقول إنه هذا العمل ما أقدر أقول كل اسم لأنه الأسماء كثيرة وكلهم لهم المحبة، بس أنا بقول لك إنه هذا العمل صاروا عائلة. صاروا فريق واحد فعلا، ثلاث سنين وبشكل يومي، فهم عايشين في مكان قريب من بعض، أكلهم مع بعض، صاروا عارفين طباع بعض. أنا أعتقد أنها تجربة إنسانية شديدة الأهمية. النقطة الأهم وهو من العناصر اللي أعتقد أنه خلت NBC تؤمن بهذا المشروع بشكل كبير وتتبناه هو فكرة الأكاديمية. في السعودية إلى اليوم هذا ما في معاهد لتدريس التمثيل، معاهد لتدريس السينما، معاهد، وأنا واثق إنه هذه الأشياء كلها جاية، لأنه بلدنا الحمد لله رايحة بخطى واثقة ورايحة للطريق السليم. ولكن أنت تخيل كم أصبح في ممثلين جدد، في ممثلين موجودين أصبحوا من الأسماء المهمة في الدراما وجاهزين على طول، خلاص وجاهزين وثلاث سنوات. أنا أعتقد إنه الميراث بإشراف زميلتنا فاطمة بعاصي عملوا أكاديمية عظيمة، يعني الآن خلنا نقول إحنا عندنا لا يقل عن 60 ممثل اللي اشتغلوا على مراحل دخول عائلات وخرجوا من العائلات، إحنا عندنا 60 ممثل انضافوا إلى قائمة المبدعين في السعودية. صحيح. هذا إنجاز مهم طبعا. عندنا مخرجين تدربوا معنا من السعودية، من الكويت، من الإمارات، عندنا كتاب تدربوا. هذا أنا في رأيي من أهم المنافع العظيمة للسوب أوبرا، أنه كان أكاديمية مهمة قدمت مجموعة كبيرة من المهن في مختلف تخصصات صناعة الإنتاج التلفزيوني. دي حقيقة. طيب أستاذ حسن، بكرة بإذن واحد أحد هينزل دوكيومنتري على شاهد عن رحلة الميراث صح. بكل تفاصيله، فخلينا دلوقتي نتابع مع المشاهدين برومو عنه ونرجع نتكلم على طول. ممتاز. اختلف جميعهم على الميراث، لكن الجميع تقاسم هذا النجاح. 3 سنوات جمعت الأفراح والأحسان في أول صوب عربي سعودي، يروي تفاصيله نجوم هذا العمل الضخم. يصير حدث عظيم، خلوكم قريبين. والأسرار التي ستكشف في اللحظات الأخيرة. رحلة الميراث غدا 7 بتوقيت السعودية على NBC1. تابعوا رحلة الميراث بعد عرضه على الشاشة مجانا على شاهد.
يعني لما شفت هالبرومو شو حسيت؟ شو اجتك مشاعر؟ رحلة طبعاً، هي رحلة كبيرة. أنا ما كنت أعيشها الحقيقة عشان لا أخذ دور أحد، أنا ما كنت أعيشها بشكل يومي. أكيد يعني يا محلا. بس أنا بقول إنه هذا المسلسل، هذه الأكاديمية، هذه الرحلة مرت بأشياء كثيرة، مرت بحب ومرت بزعل ومرت بخصام ومرت بفرح ومرت بدراما، أكيد ومرت بضحك ومرت بمعاناة ومرت بكل شيء. الحقيقة أنها تجربة إنسانية كبيرة. لما نفكروا الام بي سي انه هذا الشيء يتوثق من خلال فيلم وثائقي، نعم هو يستحق. انت بتوثق عمل استثنائي، عمل رحلته طويله، صح. عمل انت لا تتخيل حجم، يعني لما نعرف انه هذه اخر حلقه، الحقيقه انه في حاله من الجمهور العشاق، الاغلبيه الصامته هذه اللي تحب الميراث وتتابعه كل يوم، في ناس بيقولوا لي طيب بكره الساعه 7 وش نسوي؟ احنا تعودنا على كده، احنا عشنا معاكم فتره طويله. توثيق هذه المرحله انا اعتقد انها مهمه جدا. وانا زيكم، انا والله ما شفت الفيلم الوثائقي، هنتابعه كلنا على شاهد، بس كلنا ان شاء الله حنشوفه على شاهد، ولكنه هو قصه نجاح. انا بكرر دائما اسم فاطمه، بس بقول انه الحقيقه فاطمه بالفريق العبقري اللي كان معاها كلهم أداروا مشروع مهم جدا. أكيد طبعا، بنوجه لهم كل التقدير والاحترام، وألف ألف مبروك عليكم، وإن شاء الله مستنيين سوب أوبرا الجديد بإذن الله. إن شاء الله.